وين رايحين؟ رايحين على مصنع الصابون. تمي لوني اللي مانيش مويت بحسري. احنا متجهين على مصنع الصابون، ولكن راح افرجيكم امبارح احنا عملنا نشاط سريع امبارح، ما قدرت اكمل الفلوج فراح افرجيكم هسه لقطه منه. لما يقول لك مش نعمل يعني انه رايحين نعمل، فاحنا مش نعمل ايش؟ جي تي اي اي تي في. في تاكسي خاص برمضان؟ ما في؟ بدناش تاكسي عادي، بدنا تاكسي رمضاني. لا توقف جنبي يا عمر، عمر لا ضلك توقف جنبي، ابعد ابعد ابعد، تعال انت قدام، مبين انا طويل صح؟ سوسة كاملة من هون. احنا في اعلى الجبل. اعلى الجبل اللي اعلى. والله منطقة مناسبة. جميلة جدا. نقدر نطير فيها. جو فلاي. انتو سميتوها جو فلاي. جو فلاي راح ينطلق. فلسطين ركض هذا ميني باص انت ما عاد شغل لا وهسه متجهين على مصنع الصابون عشان تتعلم انت بتتعلم تعلم كيف نسوي صابون مع العلم اللي تونس من اول البلدان اللي صنعت الصابون في العالم يا سلام مرحبا كيف حالك استاذ توفيق؟ الله يخليك انا عجبتني شيء هاي عشان هالقهوه اي شيء له خاص بالقهوه انا بحبه طيب احنا عندنا في معمل هسه الاستاذ توفيق اهلا وسهلا الله يعطيك العافيه شكرا لك انك استقبلتنا بس شكرا شكرا لك شكرا فراح يفرجينا اليوم الاستاذ توفيق كيف هو بيعمل الصابون هون على اشكال حلوه بتجنن زي ما شفتوا دخلت محلات كثير في كوريا وبس ما بعرف كيف بيسووها انا فهسه حاليا رح نشوف كيف بيسووها هون وبيعملها بنفسه على اشكال قلوب مشكل على شكل جمل في على كيك وعلى قهوه على اشكال بتجنن هاي هسه المعلومه اللي انا جديده علي انه هاي 50% من كل صابونه تنعمل من زيت الزيتون هسه افضل صابون بالعالم بنعمل من زيت الزيتون فهي معلومه جديده ما كنتش اعرفها بعدين معاه براءة اختراع كأول واحد بيعمل صابون من حليب النياق اللي هو حليب الإبل صح؟ عندي صابون بالحبة السوداء وماء زمزم ماء زمزم هاي ما حد عملها قبل هيك أول واحد في العالم الله يعطيك العافية فرجينا اياها اللي اكتشفته انه كمان بيعملوا الصابون في طريقتين هم هون بيسووا الطريقة بالطريقة اسمها الطريقة الباردة هاي الطريقة الباردة الطريقة الباردة اليوم راح نتعلمها هذا معمول بزيت الزيتون زيت الزيتون حليب الإبل حليب الإبل مثل الحدبة بتاع الإبل اليوم راح نتعلم احنا بالطريقة الباردة صح؟ طريقة الباردة أنا بنعمل كنت طريقة هي أفضل طريقة أصلا أفضل طريقة الطريقة الباردة
مدن الصابون صح. مدينة النظافة تاور اوف سول بيتزا. لا عنده ابداعات ابداعات كثير. فشيكوا على الفيسبوك تبعه كمان شايفين الصور هاي اللي فرجاني اياها. وبالمختبر هذا كنت نسميه مختبر بيعطي الشهادات، يعني بتيجي تتعلم عنده 3 أيام بتاخذ شهادة صح؟ ثلاث أيام بتاخذ الشهادة دبلومة؟ أي. أسبوع كم؟ بكالوريوس؟ This is coconut oil. 3 أنواع من الزيوت تستخدم؟ 3 أنواع مع بعض اللي هو coconut oil palm oil والزيت الزيتون العادي اللي نعرفه. نصنع لكم صابون مش اي صابون. طبعا عرفتوا انه افضل صابون بالعالم موجود في حلب، صابون الحلب. صابون الغار. صابون الغار موجود هنا بالاردن كمان. انا بلبس النظارات بتعرفين لما تيجي عندي تجارب هيك وعيش الدور. We mix water and oil together. The same temperature. نفس درجة الحرارة. اوليف اويل. لا بعدين فرجاني وحده كمان جاي من عنده من السنغال قبل 8 يوم. تعلم. هاي الالوان راح استخدمها للصابون صح؟ بس من وين بتجيبوا الالوان؟ مينرال. هاي مينرال. من هاي حجاب طبيعيه. عشان نعمل الصابون ملون وبشكل احلى. مش الصابون العادي اللي بتشوفوه. فن الابداع. هاي هذي الشاركو ولا فحم. فحم الزيتون. اهم نحط هسه هاي عشان ما يلصق الصابون الخشب وبصير سهل بعدين نطلعه. هذا تدور في نفس الوقت. الزيت بنخلط مع مي. Until we have the trust. معنا جالون لكل زيت. هاي زي البيض بتحسه. يعني راح تطلع الرسمة حسب الكمية اللي حطيتها. Now, take it off. Take it off slowly. Okay, put it here. Now, if you want, look at me. You can make this like this. And draw. Slowly, draw slowly. And we can keep it here. Like this. Until tomorrow. هذا اللي راح يطلع العمل اللي سويناه هسه راح يطلع زي هيك لوح. بعدين منقصقصه صح؟ هو طلع راح يطلع كمان زي هذا. هذا نفسه هذا بعد 5 سنوات هذاك. حلو نايس اكسبيرينس. I love it. هاي نهاية القصة هون خلص؟ الله يعطيكم العافية. لا تنسوا تشيكوا على الفيسبوك تبعه، بعدين كمان وجدي عنده محل تجميل صح؟ تحضيرات تجميل، بياخذ صابون من عنده. بدك تعطيني صابون؟ أوزع المتابعين. شهر رمضان. طيب راح نستخدم هذا الصابون هذا قريب من اللي سويناه. فراح نجربه كيفهم بيكون. صابون طبيعي غير عن الصابون اللي بتشوفوه بالمحلات. هذاك مواد كيماويه فيه او مواد صناعيه عفوا. كل يوم والله كثير هيك. شايفين كثير لهالدرجه وسخ يعني كلها صابون. عشاني ما اجي بسافر كثير وبتنقل ممكن محتاج صابون. هيك الضوء احسن صح؟ ليلة الدنيا هيك بعده في الطور هيك النشاط هيك الحيوي. خلينا نشوف اهل تونس. هي انتم عارفين انه انا كل بلد بروح عليها القناه مش على المناطق السياحيه، القناه عن ايش؟ عاصمه عشان الناس تفهمين. وانا جهزت لهم ايش. طيب بدنا نعرف مين بيعمل لي ديسلايك هون بالقعده هاي هسه ومين بحبش فيديوهاتي. بدنا نشوف اذا صادق نكشفكم. عمرك عملت لفيديوهاتي ديسلايك؟ لا ما عمري. لا؟ لا. يا ربي صار عليك.
ديسلايك لكل فيديوهات. الله يسامحك بس ليش؟ ما انت عجبتك الرحلة لتونس؟ حد الآن كل شيء تمام، حبيتها. شو أحسن حاجة في عجبتك في تونس؟ الناس. طلع كم من واحد هون، حرام عليك سألنيك شو كان سألني شي عن كوريا. والله بيش تور قطن التوانس والله انه كذاب. كمان شغلة بس صغيرة تحكيها، يو this is crazy guys، لازم تفهموا هذا الموضوع. جواز سفري معاناة بالنسبة لي عن جد، يعني انا كل البلاد اللي نفسي اسافر فيها واصور فيها بتحتاج فيزا، جواز الاردن ما بسمح لي. بس شكرا لكل شخص ضل معي بالقناة وضل معي في الأوقات الصعبة هاي اللي بمر فيها، لأنه بصراحة مش قادر أسافر أي بلد. إن شاء الله تكون استمتعت، إن شاء الله الأيام الجاية راح تكون أفضل إلي ولإلكم. سلام. شايفين الدائرة الصغيرة هاي؟ اضغط عليها واشترك في القناة ولا تنسى تشوف الفيديوهات الماضية. عسل. See the